اليوم يا حبايبي هنجرب الحاجة الفخمة دي، فخد دجاج لذيذ قوي قوي، محمر زي ما انتوا شايفين. الفخد محمر كده وحلو، لحم ابيض، لحم دجاج. انا بحب قوي قوي لحم الدجاج، بحب برضو لحم السمك واللحم الاحمر وكل حاجة. انا هتعشى دلوقتي الحاجة دي مع، اكيد راح اكل كديسير حبة بنان، بشرب عصير اورنج. طبعا ما بقيناش بناكل ماكدونالدز وما بقيناش ناكل كنتاكي، الحياة كلها صارت اكل عادي. طبعا احنا من الاول ما بناكلش الحاجات دي، ودلوقتي بقينا نفتخر اننا ما بناكلش الحاجات دي وما بنشربش الحاجات دي اللي هي زي يعني ستاربكس وماكدونالدز وكنتاكي، وما نلبسش بقى من زارا ومن وعدة حاجات زي دي. فيك يا حبيبتي تنزلي تشتري اكل مش شرط من الحاجات دي، وتاكلي اكل لذيذ قوي قوي زي ده. تحفة يا جماعة، لذيذة جدا جدا. انا مبسوطة قوي قوي ان انا باكل الحاجات دي. ده شيء خيال بجد يعني، وده الجزء المفضل. انا دلوقتي هاكل الحاجات دي اللذيذة من غير ما اذي حبايبي، وانتوا كمان حاولوا تعملوا الحاجات دي عشان نبقى ناس لطيفين وناس متضامنين وناس كويسين. اوكي، في اجانب بيعملوا الحاجات دي، فازاي احنا ما بنعملش الحاجات دي؟ لازم نعملها. ما تشربوش ستاربكس يا حبايبي، ما تشربوش كوكا كولا وبيبسي، بلاش. اوكي، بون ابيتي، باي باي، شكرا على المشاهده.